آخر واحد هيدخل الجنة هو آخر واحد خرج من النار، وبيفضل يعافر معاها والنار تشده وهو يعافر ويقوم لحد ما خرج منها وبصلها كده وقال: الحمد لله الذي نجاني منك. وربنا طبعا متابع كل اللي بيحصل، فربنا راح مطلع شجرة جنبه فيقول: يا رب قربني من الشجرة دي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول ربنا لعبده: أنا لو قربتك منها هتسألني غيرها. فيقول: لا يا رب مش عايز غيرها، هي دي وبس. فيرفع ربنا جنبه شجرة أجمل وأكبر، فيقول: يا رب قربني من هذه الشجرة. فربنا يقول له: يا عبدي انت قلت لي مش هتطلب حاجة تاني. فيقول له: خلاص يا رب هي دي آخر حاجة ومش هطلب تاني. فربنا يقربه منها، وربنا طبعا عذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، ويطلع ربنا الشجرة التالتة جنب باب الجنة، وأول ما يشوفها يقول: يا رب قربني منها. فربنا يقول له: يا عبدي انت عهدتني انك مش هتطلب تاني. فيقول له: يا رب دي آخر حاجة، أنا مش عايز غير دي، كفاية إنها جنب باب الجنة. فربنا يقول له: ما أنا لو قربتك منها هتطلب غيرها. فيقول له: لا خلاص هي دي ومش عايز حاجة تاني. فربنا يقربه منها وبرضه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وأول ما العبد يقرب من باب الجنة ويسمع صوت أهل الجنة يبص لربنا ويقول له: يا رب دخلني الجنة، ما هو عشمه في ربنا كبير. فربنا يقول له: أنا هديك 10 أضعاف الدنيا دي في الجنة. فالراجل ده راح قال لربنا: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ وهنا ضحك ربنا وقال: إنني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير. خدت بالك؟